مساعد مساعد رايح للجمهور. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في مراسم قرعة نهائيات كأس الجمهور، اللحظة المنتظرة، الثمانية الأبطال يجتمعون في مكان واحد على أرضنا الحبيبة هي الكويت. هذيل الأبطال الثمانية قرعة غير ومختلفة تماما على كل مقطع قرعة سويناه سابقا، راح نقول لكم الشروط، لكن في شيء مهم جدا ان اسبوعين من الان راح نفتح الحجز رسميا لنهائي الحلم، اثنين فقط من هالابطال راح يكونوا موجودين في نهائي الحلم مرة اخرى بحضوركم، فبعد اسبوعين خلكم جاهزين حق نهائي كأس الجمهور اللي راح يكون في تاريخ 25 اكتوبر بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي. طبعا القوانين راح تكون مختلفة مثل ما قلت لكم في طريقة القرعة في هذا المقطع، من البداية الكويت ثم مصر السعودية الأردن مثل ترتيب الحلقات والبطولات. قانون مهم جدا في هذه القرعة وهو ممنوع اثنين من نفس الدولة متأهلين يكونون خصوم لبعض في دور الثمانية، في نص النهائي عادي، لكن في دور الثمانية ممنوع منعاً باتاً. نعيد الترتيب مرة أخرى، المتأهلين من الكويت، المتأهلين من مصر، المتأهلين من السعودية، المتأهلين من الأردن. فاللي راح يصير يا عزيزي المشاهد إنه راح نسحب الكور ونوزعهم على فازتين بحيث نكون ضامنين ان ما في اثنين من نفس الدولة المتأهلين يواجهون بعض. فالطريقة سهلة جدا، والحين نقدر نقول بشكل رسمي اهلا وسهلا بكم في مراسم قرعة نهائيات كأس الجمهور ومواجهات كسر عظام. نقول بسم الله، نبدأ طبعا من الدولة الاولى اللي بدينا فيها في هذا الموسم وهي الكويت. طبعا الكويت المتأهلين هم عبد الرحمن الشطي و عمر بركات هذا الفلسطيني الجميل. راح ناخذ واحدة من الكور هذه ونحطها بالفازة هذه، وناخذ اثنين من المتأهلين في مصر وهما الدكتور عبد العزيز ومحمود عاشور، واحنا ما ندري منو سحبنا، ونحطها ايضا في نفس الفازة. وبعدين نروح حق المتأهلين في المملكة العربية السعودية وهما احمد القهوجي واحمد الذكير الاحمدين، ونرد نحطها في نفس الفازة. والأخير وهو الأردن، المتأهلين هما يوسف وريان، نسحب الكرة وصار عندنا في فازة واحدة أربع متأهلين من أربع دول مختلفة. الحين نقدر ناخذ هذه الكرة من الكويت ومصر والسعودية والأردن ونحطها بالفازة الثانية كاملين، فصار عندنا يا عزيزي المشاهد اي كاميرا طالع عذبي اي كاميرا. الحين راح اكلمكم من هذه الكاميرا لاني راح اكون واقف هني الى نهاية المقطع. صار عندنا فازتين هني فيها اربع متأهلين من اربع دول مختلفة، وايضا كذلك اربع متأهلين في اربع دول مختلفة. راح نسحب كل اسمين من نفس الفازة عشان نكون ضامنين ان ما في اثنين يواجهون بعض من نفس الدولة. الطريقة لا تسألوني شلون طلعناها، بس تعبنا على ما طلعناها. العموم الحين نقدر نبدأ ونقول بسم الله، نبدأ الاسم الأول والمواجهة الأولى والحلقة الأولى من نهائيات كأس الجمهور. نقول بسم الله. أي دولة؟ زي توقع أي دولة بس. من جمهورية مصر العربية محمود عاشور هو بالمواجهة الأولى والحلقة الأولى. حط لنا يا يحيى لقطات عن محمود عاشور وسو ريفرش لذاكرة المشاهد. ريناتو سانشيز. ريناتو سانشيز صحيح. والحين بنسحب اللي بيكون خصم لمحمود عاشور، يا واحد من المتأهلين في الكويت او الاردن او السعودية. الاكيد انه مو دكتور عبد العزيز لانه خلاص عرفنا دكتور عبد العزيز موجود في هذه الفازة. ونقول بسم الله. مواجهة شرسة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وقائدها أحمد الذكير. راح يكون الحلقة الأولى السعودية ضد مصر، محمود عاشور وأحمد الذكير، بداية موفقة جدا لنهايات كأس الجمهور. وحط لنا لقطات لأحمد الذكير يا يحيى قبل أبلش بالمواجهة الثانية اللي راح نكون من هذه الفازة. مضرب هانوس، كريس ويل إمرسون، سوتشيك، وارد براوس،
باكيتا ألفاريز بول. انتهى الوقت. تخيل انك قلت 36 كنت تقدر تكسر الرقم القياسي الرسمي. الحين نشوف المواجهة الثانية. المواجهة الثانية منو؟ هم مصر. ترى عبد العزيز كوني مقدم للاتحاد 30، لكن الأكيد أن الكل يعني أو الأغلب خلنا نقول مرشحين دكتور عبد العزيز أنه يكون واحد من أطراف نهائي كأس الجمهور. فالله يعين اللي بيكون ضد دكتور عبد العزيز أيا كان من الكويت أو الأردن أو حتى السعودية، بس الأكيد مو مصر لأنه خلاص محمود عاشور خلصنا منه. ونقول بسم الله. ولا بتحط لقطات يا حي حق الدكتور؟ حط الرقم القياسي ماله اللي سواه على ما نسحب الاسم الثاني. ديخيا، شمايكل، فاندرسار، جاري نيفل، فين نيفل، فابيو، رافائيل، اوشي، براون، انطونيو فالنسيا، افراس، الفيستر، هاينزا، فيديتش، فيردناند، سمولينج، ايفانز، جونز، رامبلا، يابستام، كاريك، سكول، زيجيكس، ديفيد بيكهام، روي كين، هارغريفز، فليتشر، جي سبارك، ناني، جيبسون، جيمبا، جيمبا، كليبرسون، اشلي يونغ، دانييل باك، كاجاوا. شوف منو في مواجهة الدكتور. تعال، يعني في إمكانية إنه يصير نص نهائي مصر مصر في حال فاز محمود عاشور وحال فاز دكتور عبد العزيز، ونص نهائي مصر يصير. مو هذا قصدي، مو أمنياتي، بس الإمكانية يعني، عشان لا عزيز المشاهد يكون معصب. أوكي، اللي ضد دكتور عبد العزيز والله يكون في عونك للأمانة، مو بس أنا أقول، أتوقع حتى الناس، وهو بطل الأردن ريان إبراهيم راح يكون ضد دكتور عبد العزيز في المواجهة الثانية اللي بصفه أيضا محمود عاشور وأحمد لثكير. خلصنا من الصف الأول كامل. المواجهة الأولى محمود عاشور وأحمد لثكير، المواجهة الثانية دكتور عبد العزيز وريان إبراهيم. من أي نادي تم شراء اللاعب جيرو؟ أربعة موبيليان. صحيح، اكتساح من ريان. مالديني، نيستا، بيرلو، ماركيزيو. ريان إلى النهاية. صارت الأسماء الأربعة واضحة الموجودين، لكن ما ندري منو ضد منو. الحين راح نعرف. نقول بسم الله. المواجهة الثالثة من الفازة الثانية أو الفازة الأولى. نقول بسم الله وناخذ الكرة. والحين منو اللي ما طلع لنا؟ أبطال الكويت اثنيناتهم ما طلعوا صح؟ عمر الشطي. وعندنا بطل من السعودية ما طلع، أحمد الغهوجي. وعندنا بطل الأردن يوسف للحين ما طلع. فعندنا اثنين الكويت، اثنين الأردن، وواحد أو لا واحد الأردن وواحد السعودية واثنين من الكويت. نسحب الاسم الأول، ولحد الآن الكويت ما طلعت. بطل الأردن الثاني وهو يوسف فتحي راح يكون الاسم الأول في المواجهة الثالثة، واللي أكيد الحين تأكدنا أنه راح يكون ضده واحد من أبطال الكويت، يا عبد الرحمن الشطي أو عمر بركات الفلسطيني الكويتي. من هو أول لاعب إنجليزي يحقق جائزة أفضل لاعب؟ ستانلي ماثيوس. نسحب الاسم الأخير في الفازة الأولى وطاح تحت. أنا آسف والله مو تلاعب، بس طاح تحت الاسم، وهو الكويتي الفلسطيني عمر بركات راح يكون في مواجهة يوسف فتحي بطل الأردن. هذه مواجهة معلومات قح قح معلومات، يعني عقول متروسة معلومات كروية. في كأس العالم 82 اذكر أحد المنتخبات موجودة في مجموعة الهندوراس. إسباني. صح. والحين صرنا في المواجهة الرابعة، أكيد نعرفها، عبد الرحمن الشطي الهادئ واللي ضده أحمد القهوجي الهادئ أيضا. فراح ناخذ الاسم الأول ونقول بسم الله. نعم، عبد الرحمن الشطي في المواجهة الأخيرة واللي راح يكون مفروض ضده، ما أدري إذا يحيى بتحط لقطات ولا لا، انتر ميامي. ألبا. بس على العموم أنا راح أسحب لأني ما أقدر أسوي كت. نروح حق الاسم الأخير. نعم، أحمد القهوجي. عجبتني صورة أحمد القهوجي بالورقة، نظرة شرسة، يطالع 25 أكتوبر. وينه؟ ميلان. الناصر. بالناصر صح. العموم صارت الحين قرعة نهائيات كأس الجمهور واضحة وصريحة جدا. عذبي وحسن ويحيى كلكم طلعوا القرعة حق الناس، خلوهم يكبشرون ويحفظونها. وأرجوكم تحت بالتعليقات كتبوا منو الاثنين
اللي تتوقعون يصيرون موجودين في نهائي كأس الجمهور في 25 أكتوبر بحضوركم أنتم. ولا تنسون أن بعد أسبوعين من الآن راح نفتح الحجز رسمياً لنهائي كأس الجمهور في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي. وأيضاً تذكير بسيط، مقطع الأسبوع القادم راح يكون مقطع استقبال ضيوفنا وأبطالنا في الكويت، والأسبوع اللي بعده الحلقة الأولى وتبدأ المواجهات ويبدأ تكسير العظام. هذا كل اللي كان عندي اليوم، نشوفكم في المواجهات أو في الحلقات القادمة. في أمان الله.